وفكرت انه في اي آية ابتي بكلامي، فوقعت عيني على هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. كأنما المشكلة في التيار الصدري هو الاعتماد 100% على هذا الشخص، عليه ما عليه، إذا ماكو كل شيء يخرب، إذا موجود نص ونص، مو كل شيء ينصلح. فمجرد أن نبتعد وما نتلاقى شيء يصير، المشاكل تزيد والخلافات تزيد والبلاءات تزيد. خل أقول بصورة أخرى، هو لقاء ودي، أنا لذلك عبرت عنه، لكن علينا أن نعلم أمور عديدة. أن التيار الصدري مكون من جهتين، الجهة الأولى والأهم هو أنتم والقاعدة الشعبية، الجهة الأولى والأهم هو أنتم والقاعدة الشعبية، الجهة الثانية هي القيادة، هو المسؤول اللي هو أعوذ بالله من قول أنا المفروض أن. وكلما ترابطت هذين الجهتين كان العمل أفضل والإنتاج أكثر، وكان رضا الله سبحانه وتعالى أكثر. وكلما افترقنا زادت المشاكل وقل رضا الله تعالى علينا أو عنا. فعليه يجب أن شوية نرص صفوفنا، شوية نتعلم من مما مضى من تجاربنا. يعني بالأحرى خل أقول بصورة أدق، كبرنا، خلنا ندور بعد مشاكل، خلي الدور شلون تمشي السفينة.